جاسوس مصري في مكتب الحكومة الألمانية، خبر أثار الكثير من المداد في ألمانيا خلال اليومين الماضيين، لكنه خلف ردود فعل واسعة بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي لجهة طبيعة المهام الموكلة إليه. التحقيقات لا تشير حتى الآن إلا لعمله في جمع المعلومات عن المصريين في ألمانيا، حسب ما نقلت صحيفة بليد واسعة الانتشار عن مصادر بجهاز الاستخبارات الداخلية الألماني. ولم تكن لديه إمكانية الدخول على نطاق واسع إلى البيانات الخطيرة في المكتب الإعلامي الخاص بالحكومة الألمانية. المسألة تتعلق إذن بالمصريين والمصريين فقط. هذه أول مهام الرجل وربما آخرها، مهمة لم تعد مستغربة في الأساس في نظر غالبية المصريين بأرض الله الواسعة. لم يتفاجأ أحد بوجود بصاصين ينشطون وسط الجاليات المصرية في الخارج بقدر استغرابهم من وجودهم في مؤسسات حكومية ألمانية عليا. هذا هو اللافت في الأمر، لا شيء آخر. كلنا عارفين أن السفارة المصرية في برلين وفي لندن بيجمع معلومات عن المصريين وخاصة المعارضة والأقليات. الخبر المرة دي مفاجئ لأن التجسس من داخل المؤسسة الحكومية الألمانية، تقول الأكاديمية المصرية بجامعة ميونخ مها الحصي، ما يسهل عمل الجاسوس المفترض أنه كان موظفا في قسم الزائرين، ومن مهامه بالطبع لقاء زوار المكتب الصحفي الاتحادي والتواصل مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. وبعدين دول بيتجسسوا أصلا على المصريين من الإخوان المسلمين ومن الكنيسة، يعني تجسس وحدة وطنية، هكذا يعلق الكاتب الصحفي أحمد سميح. لكن وبعيدا عن السخرية، يتساءل الحقوقي هيثم أبو خليل عن مهام المخابرات العامة المصرية، هل تحولت إلى جهاز للتجسس على المصريين بدلا من الحفاظ على الأمن القومي ومراقبة شبكات التجسس الخارجية على البلاد؟ ويعلق للأسف كل أجهزة مصر تقزمت وتم تسخيرها لحماية العصابة، هكذا يقول. في المقابل تبدو الصورة أشد قتامة فيما يتعلق بعمل الجهاز في قضايا الأمن القومي، وآخرها ما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي. يكفي متابعة تغطيات وسائل الإعلام الإثيوبية اليوم للتسجيل الذي تم تسريبه من داخل معسكر تدريب لبعض الجنود من دولة جنوب السودان، تؤكد فيه أنه لضباط مصريين يدربون الجنود أو ما يسمى بالمرتزقة في موقع جبل مابان على بعد 30 كيلومترا من الحدود الإثيوبية. عن أزمة اختلال عمل الجهاز الاستخباراتي المصري وانكفائه على عمليات التجسس على المصريين نتابع في قصة اليوم.